لك شو ها؟ كسر الصينية؟ اي والله مو انا يا امو، ابي هو اللي ما قدر يحملها من وجع ظهره. يلا بسيطة، روحي ساوي لهم غيرها. حاضر يا امو. ليكي سيبي حسابي بفنجان قهوة. حاكم نزعلي مرأي ابو فارس، الهي ينزعوا له مرأه. الهي امين. بأمرك يا امو. ينزع ايامك يا ابو فارس، مثل ما لك نازع حياتنا. شلون المختار بده يأجرن البيت وهو ملكن يا بي؟ يا بنتي، عزو سرق من بيت المختار 25 ذهبي، يعني هدول بيشتروا 10 بيوت مثل بيت عزو. بعدين بيني وبيني الزلمة بده ياخد شي من حقه. بس الجماعة منتوفين على الآخر، ما معهم ياكلوا لحتى يدفعوا أجرة البيت. لا تخافي، أنا بكل رأس شهر رح بدفع أجرة البيت، وهذا كله كرمال عيونك. لك الله ما يحرمني من حنانك ومن عطفك يا بي، المهم الحريم ما يطلعوا من بيته. لا لا ما رح يطلعوا، أنا وعدني المختار يضلوا بالبيت لبين ما يطلع عزو من الحبس، وساعتها ببين معنا حقيقة الذهبات المسروقة. إيه إذا هيك كتير مليح. هلأ أنت رضيانة؟ كل الرضا يا بي. الله يرضى عليك يا بنتي، الله يرضى عليك. تعال. شلون سيدي؟ بدك يعني بكرة ما داوم بالكركول؟ يا عمي شاويش، شلون بدك تداوم وانت بهالحالة؟ لك ما بيكفي طول عمرك تخدم بهالكركون وبهالحارة؟ ايه والله يا سيدي مزبوط، طول عمري بخدمهم. هلأ المفروض كلياتنا نخدمك يا عمي شاويش. ما فهمت سيدي، كيف تكون تخدموني؟ اسمع يا عمي شاويش. نعم سيدي. انت بتضل ببيتك حتى تتعافى تمام، بعدين بتروح على الكراكون، وانا لك علي ما عاد اتعبك بنوب بنوب. كتر خيرك يا سيدي، كتر خيرك. وانا ان شاء الله كل يوم بجي بتطمن عليك. ما في داعي تعذب حالك يا سيدي، والله ما في داعي تعذب حالك. لا شو ما بلا لا 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 قصدي يعني انه خلص انا كل يوم بدي اجي اطمن عليك، يعني اجي اطمن عليك يا اهلا وسهلا. البيت بيتك يا سيدي، البيت بيتك. يا سلام، ما بيطيب من القهوة السادة. ان شاء الله صحتين وهنا يا سيدي، مطرح ما اهلا وسهلا. فتحية، فتحية، ها شوفي امي خانم، شفتي لسعيد الحال؟ مين قصدي؟ يعني مين؟ اليوز باشي. ما فتي وضيفتي القهوة؟ بالله ليش من امتى النسوان بيفوتوا على غرفة الاستقبال وضيفوا رجال القهوة؟ لكن مين اللي ضيفوا القهوة؟ مين يعني يا فهمانة؟ ابوك اللي ضيفوا القهوة. ايه بس شايفتك من لما رجعتي وانتي شاردة ومو على بعضك لك اختي. شاردة بابوكي، يعني ما قدر يحمل صينية القهوة لانه واجعه ظهره كتير يا حرام. ولي على قامتي وان شاء الله ما صار له شي. بس يقبر قلبي شو لابقت له البدلة العسكرية. بتعرفي شو؟ اجي عبالي اقول لخالتك ابتكار تفصل لي بدلة، بركضا بيصير لي روزة مثله. فهمية؟ بلعية احسن ما يطلع جناني عليكي. ها شلون يعني بسجل له البيت كلياته ب20 ذهب يا ابن عمي؟ لا تنسي اذا كان وحده من نسوانه جابته صبي راح ياخذ نص البيت ويتسجل باسمه، وغير هيك راح ياخذ نص الحمام كمان، والالعن من هيك كلياته راح ياخذ نص الدكاكين، يعني راح ياخذ 3 من اصل 6، وانا بالاصل كنت بايع 3 دكاكين. انا مشان هيك قلت له اعطيني 20 ذهبه حق نص البيت، لانه بيتنا هذا كله على بعضه ما بيسوى 20 ذهبه، وبهالطريقه هي بيكون انا استفدت 20 ذهبه. فهمتي هلا بقى؟ اي فهمت، بس يعني اخوك من وين بدي امن لك ال 20 ذهبه؟ هو منتوف يعني. مالي علاقه هي شغلته، امن لي اياهم كان بها، ما امن لي اياهم في موال براسي راح اغني له اياه. وشو هالموال؟ سمعني دخيلك شقفه منه. كل شيء بوقته حلو، كلي هلا كلي. بامرك ابن عمي، وهي كنا